في حفل رسمي أقيم في قصر الإليزي بباريس، جرت مراسيم أداء فرانسوا هولندا اليمين الدستورية ليصبح أول رئيس اشتراكي لفرنسا منذ 17 عاما. وقد رحب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بهولندا عند مدخل القصر وصاحبه إلى الداخل، حيث سلمه الشفرات الخاصة بالسلاح النووي الفرنسي وغيرها من أسرار الدولة. وفي أول خطاب رئاسي له، وجه فرانسوا هولندا إلى الفرنسيين رسالة ثقة. J'adresse aux Français un message de confiance. أوجه رسالة ثقة إلى الفرنسيين. نحن أمة عظيمة عرفت كيف تتغلب على التحديات التي واجهتها. تفويضي يتمثل في إعادة فرنسا إلى العدالة وفتح طريق جديد نحو أوروبا لتساهم في سلام العالم والحفاظ على كوكبنا. Contribuer à la paix du monde comme à la préservation de la planète. وكانت أولى مهام هولندا تعيين جان مارك إيرو رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وإيرو هو زعيم الكتلة الاشتراكية في البرلمان والحليف المقرب له، ومن المتوقع أن يتولى ميشيل سابين المستشار الاقتصادي الرئيسي لهولندا منصب وزير المالية. وبعد هذا التعيين غادر هولندا في اتجاه ألمانيا لحضور عشاء عمل مع المستشارة أنجيلا ميركل.